بورصة نيويورك اهتزت كغيرها من الساحات المالية في العالم بسبب الأزمة اليونانية وفتحت على انخفاض. عند الظهر بتوقيت غرينتش سجلت بورصة داو جونز تراجعاً بنسبة 0.92%، وبورصة ناسداك تراجعت أيضاً بنسبة 1.21%. المؤسسات المالية في حي وول ستريت سيطرت عليها المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو بعد فشل المفاوضات بين الحكومة ودائنيها. وقد أشار بعض المحللين إلى أن المصارف الأمريكية قد تتضرر جراء شيوع الاضطرابات في الأسواق المالية.